This is the longest 10 minutes of my life. تبدأ حكاية تزيين شجرة الميلاد في بيت لحم عند قسم الهندسة في البلدية، حيث تستلم مؤسسة تطوير بيت لحم الهيكل الأساسي للشجرة التي بدورها أحضرت فريقاً مختصاً من إنجلترا وتحديداً من ليفربول The Christmas Decorators. كالعادة يصل الفريق قبل موعد إضاءة الشجرة بأسبوع واحد، وذلك بهدف تزيين الشجرة بأكثر من 180 صندوقاً من زينة الميلاد وأكثر من 12 كيلومتراً من كوابل الإضاءة. ولكن قبل أن يبدأ العمل لابد لنا بالرجوع إلى الماضي القريب وأن نسلط الضوء على من أبدع في تجميل وتطوير بيت لحم. أريد أن أوصيكم جميعاً بقضية تطوير بيت لحم، فهذا الموضوع مهم لنا جميعاً. حينما زرت مؤخراً هذه البلد تألمت، وتألمت جداً، لأن هذه البلد بلد المسيح، بلد عيسى بن مريم، ووجدتها بهذه الحالة التي هي بها. المعلم سعيد خوري من رواد تطوير بيت لحم، إذ أنه سعى دائماً إلى أن تظهر بيت لحم بأجمل صورة، ومن هنا ولدت مؤسسة تطوير بيت لحم. شكر خاص من مدينة بيت لحم وأهالي مدينة بيت لحم للمرحوم سعيد خوري. أبدع في حياته وفي مماته، أبدع في العطاء لمدينة بيت لحم، وكان حريص على أن تظهر ساحة الميلاد، تظهر الشجرة، تظهر المنطقة المحيطة كاملة في ساحة الميلاد بأبهى صورة بما يليق مدينة بيت لحم. رحمة الله عليك يا معلم سعيد، فقد نجحت. شكر خاص للسي سي سي فعلاً، تزيين الشجرة وتزيين الساحة هذه المرة، تزيين شجرة بلدية بيت لحم من الداخل أيضاً، تمت بأبهى صورة وبشكل مختلف عن السنوات السابقة. إضاءة الساحة أيضاً، فكان في حلة جديدة، حلة فيها أمل، فيها ابتكار، فيها إبداع. ما أن وصل الفريق حتى بدأ العمل على قدم وساق لكي ينجزوا مهمتهم بالوقت المحدد. العمل في اليوم الأول بدأ بشكل ممتاز، حيث جلب الفريق جزءاً من إضاءة العام الماضي إلى حين وصول بقية الزينة من المطار. يستمر الفريق بالعمل بنشاط بالرغم من تأخر الزينة بالمطار، إلا أنه لا يظهر عليهم أي علامات إحباط أو خوف بأن يتأخروا من إتمام مهمتهم بالموعد المحدد بالرغم من مرور يومين على بدء العمل. They don't have much, but everyone is happy. Everyone is pleasant and polite and very friendly and very warm. They're the nicest people I ever met. Ever. بالرغم من مرور 4 أيام بانتظار وصول الزينة، إلى أن الفريق بقي متحل بالعزيمة والنشاط لإتمام المهمة التي بدأوها. 10 minutes. I'm told. I'm going to tell the guys. They'll all say, no way. They won't believe me. 10 minutes, guys, and he should be here. I don't believe it, do you? ما أن انتشر خبر وصول البضائع زاد عزم الفريق على العمل، ومن المقرر أن تصل الموقع خلال 10 دقائق.
This is the longest 10 minutes of my life. So we wait. We wait and wait. Truck don't come. It's the most wonderful time of the year. It's the most wonderful time of the year. على الرغم من فرحة الفريق بوصول الزينة، إلا أنه لم يتبقى لهم سوى يومين فقط لإتمام المهمة التي عادة يتم إنجازها خلال أسبوع. Okay, but now the work starts. We've got 2 days to do 6 days' work. بدأت قصة تزيين ساحة المهد بأواسط الثمانينات عندما كان المرحوم طيب الذكر معلمنا الكبير سعيد خوري رحمه الله بدعم الزينة كل عام. ولكن بعد أن أطلق مبادرة تطوير بيت لحم في العام 2011 وأسس مؤسسة تطوير بيت لحم لتنفيذ هذه المبادرة في العام 2012-2013 اهتم بشكل مباشر بتزيين الساحة ليرقى ببيت لحم إلى مكانتها التي تليق بها دوليا، حيث أن الزينة صممت بأخصائيين عالميين فنيين من إنجلترا، واستوردنا الزينة من الصين ومن إنجلترا. بدأت في العام 2012 بتزيين الشجرة ببساطة، وكانت إقبال الناس عليها كتير، يعني سرور ملموس من الناس، كانوا طوقين ليروا شيء جديد مثل هذا. تشجعنا في العام 2013 وأضفنا إنارة إلى الشجر في الساحة، 30 شجرة في الساحة أنرناها بإنارة خصوصية كمان بيضاء مثل ما بتشوفوا بالساحة دول. وثم العام 2014 كانت نقلة نوعية، إذ أطلقنا مشروع إعادة تأهيل ساحة المهد بتبرع سخي من المرحوم طيب الذكر المعلم سعيد خوري، وكان من ضمنه تطوير الاحتفالات وتزيين الساحة بصورة لم تسبق لها مثيل. ويستمر الفريق بالعمل بكل طاقته كي ينهي العمل بموعده لإضاءة الشجرة بالرغم من كل العراقيل التي تصادفهم بين الفينة والأخرى. لم يتبقى سوى 24 ساعة فقط لإتمام المهمة، كل قطعة بمكانها والعمل يسير بشكل ممتاز، إلا أن اثنين من الفريق لم يظهروا، فلقد توجهوا إلى بلدية بيت جالة لتزيين شجرتها الداخلية بتصميم فريد وزينة صممت خصيصاً لها، وكذلك الحال في بلدية بيت صحور وبيت لحم. مع اقتراب ساعة إضاءة الشجرة بدأت الساحة بالتجهيزات النهائية، إلا أنه تبقى أمر واحد لإنهائه، إنها شجرة مؤسسة تطوير بيت لحم. فكرة هاي الشجرة خلينا نحكي الأكبر بفلسطين والأغنى في الإضاءة في الشرق الأوسط، فكرتها إن تشجع السائح النايم في بيت لحم إنه يطلع أكثر، يجي أكثر يزور الساحة، يزور لأنه بيت لحم غني في المواقع الأثرية والتراثية، بس للأسف السائح في برنامجه السياحي تركيزه أكثر بس على كنيسة المهد ويروح. فهاي المشروع بشكل عام ترميم الساحة لأنها تكون مهيئة ومؤهلة إنها تستقبل السواح بطريقة حضرية أكثر، وجود هلأ تطور البلدية، وجود خدمة الإنترنت 24 ساعة بالمجان للسياحة، وجود الشجرة، نشاطات في مركز السلام، كل هذه راح تكون عوامل إنها تشجع السائح وتحفزه إنه يطلع من الأوتيل، يطلع من السيستم أو الروتين اللي هو متعود عليه اللي هو كنيسة أوتيل
واليوم الثاني بيغادر، هذا أمل طبعاً وإن شاء الله بيتحقق. إنها لحظة وضع اللمسات الأخيرة قبل بدء الاحتفال، وكل شيء أصبح جاهزاً. بيت لحم تزينت بأجمل حلة، احتفال حضره الآلاف من الفلسطينيين والأجانب، ولفتت مدينة السلام أنظار العالم.